هذه الشهوة. نأتي إلى شيء أعلى من اللذائذ، إنه الإنجاز، ما يسمى بالنجاح الدنيوي، achievements، نجاحات، إنجازات. بلا شك هذه إيش؟ أكثر دوامية من اللذة وأكثر إرضاء وإشباعا للإنسان. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. إنجازات. أنا عندي، أنت ما عندك كاش، أنا سويت، أنت إيه لم تسوي، يعني فعلت وأنت لم تفعل. الله يحكي الواقع، هذا واقع الناس، هذا واقع الناس، وهذا يعطي الناس قدرا من الارتياح والرضا أكثر مما تعطيه اللذائذ الفردية. لكن هناك ما يعكر عليه، وسوف نختبر أيها الإخوة هذا المستوى من مستويات التحقق والتجوهر بالمعيارين ذاتيهما، معيار الإضمحلال ومعيار أصغر أو أكبر مني. انتبهوا، أصغر أو أكبر مني. هل هذه الأشياء أيها الإخوة أصغر أو أكبر منا؟ ثم هل هي دائمة أو تضمحل؟ هل هي دائمة أو تضمحل؟ قبل ذلك هناك الكثير ما يعكر عليها. أولا هي انحصارية، المال، السلطة أيها الإخوة، الشهرة كمان، الشهرة كلها أمور انحصارية، وبالتالي فهي تنافسية كما قال أحدهم، تنافسية. تصوروا شعبا كل من فيه مشهور فلا يبقى فيه أحد مشهورا، صحيح؟ لو تصورت شعبا كل من فيه مشهور، هنا يسقط معنى الشهرة، لا يبقى أحد مشهورا. ولذلك إذا أردت أن تكون مشهورا ستخضع لتنافس، وتنافس في أكثر الأحيان غير شريف، لأن هناك الكثيرين يزدحمون في نفس الطريق لكي يكونوا ماذا؟ مشاهير، صحيح؟ تحصيل المال، تريد أن تحصل المال، يشاركك في هذا ملايين، ملايين يريدون أن يحصلوا هذا المال، نجحوا أو أخفقوا، وتخضع لتنافس في أكثر الأحيان غير شريف. ثم هذه الأشياء كما قلت مبدأها أنها انحصارية. تأملوا في هذه المقولة: الدولار أو الأورو الذي أملكه أنا أو تملكه أنت لا يملكه بيل جيتس، وهذا حقيقي، كلام حقيقي ليس مبالغة، لا يملكه، هو يملك 100 مليار غيره، لكن دولاري أنا هو لا يملكه لأنه لي، فهمتم؟ لا يملكه. وهذا معنى قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. الله أكبر، وحده الواحد الوحيد الذي يستطيع أن يقول كل ما في الوجود لي، لا أحد يستطيع أن يقول هذه الكلمة، صحيح؟ حتى لو كان عنده مش 200 مليار، 400 مليار، كوادريليون دولار، لا يستطيع أن يقول. سيبقى معي أنا عدنان إبراهيم الغلبان دولار ليس عنده، وسأقول له: عندي ما ليس عندك، هذا عندي ولن أعطيك إياه. هكذا خلق الله العالم أيها الإخوة، أنتم الفقراء، ستبقى موصولا بالفقر. لذلك يقول أفلاطون الفيلسوف المثالي الهائل، يقول: ليس الفقر من قلة ما نمتلك، بل الفقر يأتي من الطمع فيما لا نمتلك، وطبعا من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هل تظنون أن بيل جيتس أشبعته 100 مليار؟ والله العظيم لم تشبعه، هو أنا أقسم غير حالف، تعرفون طبعا أنا غير حالف، لا تشبعه ولا أضعاف أضعافها ستشبعه أيها الإخوة، مستحيل. من همان لا يشبعان. في علم النفس أيها الإخوة، يقول أحد علماء النفس الأمريكان، يقول: إن الإنجازات الدنيوية ليس لها حد يعرف الإشباع. صحيح، يعني هذا الكلام قال وعالم نفس مشهور، لكن النبي قاله بعبارة بسيطة جدا وأفصح وأوضح، قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. قد يقول لي أحدكم: ولكن أنا أعرف رجلا يفرط في مالي. أقول لكم: هذا ليس طالب مال يا حبيبي، هذا معطي مال. إذا كان طالب مال فهذا بالعكس سيحرص على كل سنت، سيحاول أن يحتاج أكبر قدر ممكن ولن يشعر بالشبع. فهذه الأمور أيها الإخوة انحصارية محدودة، وبالتالي تنافسية، وبالتالي معرضة لماذا؟ للقلقلة وعدم الاستقرار، تخلق التوتر في الاسترس الدائم. لذلك كل هؤلاء سلوهم، هؤلاء هم مثابات صالحة جدا للأمراض الوعائية، أمراض الضغط والأمراض النفسية، الاكتئاب، كل أحسن مثابات لهذه الأمراض هؤلاء مساكين، لأنهم في حالة قلق دائم، مواصلة دائمة لهذا الإجهاد المستمر. يقولون: أن تصل إلى القمة أمر صعب، وأصعب منه أن تحتفظ بمكانك فيها، صعب جدا جدا جدا، لأنه أمر تنافسي، انحصار تنافسي، في كل لحظة سوف تركل كما ركل صدام،
وهتلر وموسوليني وفرانكو أيها الإخوة ويوليوس قيصر وينتهي كل شيء. في كل لحظة ممكن أن تركل عن هذه القمة، تتدهور، تنقطع رقبتك أو تدق عنقك في كل لحظة. ثم هل هذه الأشياء أكبر أو أصغر منا؟ صدقوني لو كانت أكبر منا لأشبعتنا، صحيح؟ إناء بسعة لترين نصب الماء الذي فيه في إناء بسعة لتر، يشبعه ولا يشبعه؟ يشبعه. لكن يبدو أن هذه الأشياء، هكذا نفهم من هما لا يشبعان، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أن الإنسان أكبر من كل هذه الأشياء. يا أخي افهم قدرك، أنت أكبر من كل أموال الدنيا. لما ترضى، لما تبيع شخصيتك، إنسانيتك، مثابتك، حريتك، رجولتك، موقفك، تدينك بعرض من الدنيا زائل؟ ما الذي أغراك؟ 10,000 يورو، 100,000، 10 مليون؟ المشكلة في عقلك، في قيمك. المشكلة في القيم، كيف تفهم الحياة؟ فهمك للحياة مختل. أنت أكبر من كل ملك هذه الدنيا المسخر لك، ولذلك هذا الملك لو أوتيته لن يشبعك. تعرفون لماذا لا يشبعك؟ لأنك أكبر منه. الله أكبر، عقلك أكبر منه، لا إله إلا هو. فأنت إله بسعة بليون لتر، وهذه الدنيا كلها 1000 لتر، لن تشبعك، لن تشبعك. إذن لابد أن تبحث إلى الأمام. هناك شيء آخر أيها الإخوة، وهل هذه الأشياء تذهب معنا كما نقول إلى قبرنا؟ قلنا في بداية الخطبة سوف نلقى الله أيها الإخوة، ولا نتعرف تقريبا في لحظة الفناء والذوي على ما يحددنا من معارفنا وأشيائنا وذكرياتنا وأماكننا. كل شيء انتهى، كل شيء. يبقى معك أنت، حقيقتك المركزية الجوهرية. هذه الحقيقة هي موضع نظر الدين. عين الدين مصوبة أيها الإخوة ليل نهار وأبدا على هذه الحقيقة. تريد تنميتها، تريد تثميرها، تخصيبها، إثراءها أيها الإخوة. كيف يكون ذلك؟ كيف يفعل الدين ذلك؟ هذا موضع إن شاء الله ربما لأحاديث أخرى نتجاذب أطرافها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.